السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام، ويا هلا فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم عصرية. هل علينا شهر رمضان وانهالت علينا خيراته ونفحاته وعشنا أيامه بروحانياته، والحين نحن في أيامه الأخيرة نتمنى من الله يتقبل منا ومنكم جميع الأعمال. مرحبا بكم مشاهدينا، وما زلنا وياكم ننهل من هالشهر الفضيل من عطاءاته ودروسه وفضائله وخيره. صحيح انه موسم، بس الصلاح فيه ومنه مستمر ويانا الى ان الله يبلغنا ويسلمنا رمضان الجاي باذن الله. حلقتنا اليوم متنوعه، راح نتكلم فيها عن كثره الحالات اللي تصيب بضربه الشمس والجفاف خلال فتره الصيف، واللي غالبا ما تكون عوارضها قاسيه، خصوصا احنا الحين في شهر رمضان والجسم يفقد سوائل ومعرض اكثر للجفاف. اوقاتنا في رمضان اختلفت، صيام وقيام وجمعات وزيارات، حتى ساعات العمل اختلفت علينا، اللي خلى الوقت يتغير علينا وعلى أجسامنا. علشان كذي نتكلم اليوم في حلقتنا عن كيفية تحضير الجسم بالطريقة الصحيحة لفترة ما بعد الصوم، وعندنا زيارة للوالدة أم منصور في فقرة هلنا، وزيارة ثانية للسوق مع نيلة. والحين خلنا نبدأ معاكم نشاطات قطار لهذا اليوم. خلال فصل الصيف تكثر حالات الإصابة بالجفاف الحراري وبضربة الشمس، اللي غالباً ما تكون عوارضها قاسية، وقد تتطلب الدخول إلى المستشفى من أجل التماثل للشفاء بالطريقة الصحيحة. ما هي الطريقة الصحيحة لتفادي الإصابة بالجفاف وبضربة الشمس؟ وكيف يمكن مداواتها في حال حدوثها بعيداً عن المعتقدات الخاطئة التي قد تكون خطيرة في الكثير من الأحيان؟ دكتورة ابتسام الجلاهمة اختصاصية في طب العائلة معنا اليوم لتكلمنا عن الوقاية من ضربة الشمس ومن الجفاف، خاصة خلال فترة الصوم. هلا فيك دكتورة، ولو تكلمينا في البداية شنو التفسير العلمي لضربة الشمس وشنو الأسباب اللي تؤدي الإنسان لحدوث ضربة الشمس؟ يا هلا نيلة ويا هلا حصة، أمسي على المشاهدين وإن شاء الله كل سنة وهم طيبين. أول شيء إحنا دائما نتكلم عن ضربة الشمس، بس نجهل في شيء أهم من ضربة الشمس وهو أكثر حدوثا، اللي هو حالة الإرهاق الحراري. وإذا إحنا عالجنا حالة الإرهاق الحراري نتجنب المرحلة الأخطر اللي هي ضربة الشمس. حالة الإرهاق الحراري هي ما قبل ضربة الشمس، وهي نقدر أن يرجع المريض إلى حالته الطبيعية. حالة الإرهاق الحراري تكون درجة حرارة الجسم الداخلية من درجة 37 إلى 40 درجة مئوية. هذه الدرجة تخلي السوائل في الجسم والأملاح تقل، فبالتالي قدرة الجسم على تبريد نفسه يقل، فتصير عنده تعب، إرهاق، دورة، قثيان. إذا تداركناها بالإجراءات اللي بنقول عنها عقب، فنقدر نتفادى حالة الضربة الشمسية.
أما حالة إذا ما تداركناها ووصلت لحالة الضربة الشمسية، فحالة الضربة الشمسية هي حالة خطيرة، يعني يجب أن المريض أن احنا نوديه المستشفى، لازم ننادي الإسعاف. وفي حالات وايد تؤدي إلى اللي هو الغيبوبة، في حالات تؤدي إلى الوفاة أيضا، فتعتبر حالة خطيرة. طيب يعني هذه الأعراض اللي علشان إحنا نتداركها دكتورة، يعني تبين يعني مثلا قبلها بيوم، تبين في نفس اليوم، شلون الواحد يقدر يعني يكتشفها؟ شوفي حصة، في نوعين من الأعراض، في أعراض تتكون على مدى أيام من التعرض للحرارة، يعني أعراض تراكمية تأخذ لها مراحل أيام، هذه تكون أكثر في الناس اللي كبيرين في السن، أكثر من 65 عام، أكثر في الناس اللي عندهم أمراض مزمنة مثل السكر، مثل مرض الكلية، مثل مرض القلب. وفي حالات تطلع العوارض حالاً بعد التعرض للشمس أو الحرارة، مثل حالات اللي يبذل فيها الإنسان مجهود، مثال الناس اللي يسوون رياضة مثلاً في الجو الحار، أو الرياضيين، العسكريين اللي يؤدون تمارين عسكرية، العمال اللي موجودين ويبذلون جهد مثل عمال البناء أو عمال المصانع، هذه تصير أعراضهم تطلع في نفس الوقت. دكتور، أنا بنعرض في هالعوارض، ضربة الشمس هي اللي تسبب بعد عوارض حق الجفاف في الجسم؟ شوفي، هو ضربة الشمس لما تصير، ضربة الشمس معناته الجسم غير قادر على أنه يبرد نفسه. شلون الجسم يبرد نفسه أصلاً؟ في ثلاث طرق أن الجسم يبرد نفسه، أنه هو يطلع إشعاع حراري غير مرئي مثل أشعة الشمس، طبعاً إحنا نشوفها، هو إشعاع يطلعها عشان يتخلص من الحرارة. الطريقة الثانية اللي هو عند ملامسة الجلد للهواء البارد أو الماء الفاتر، فبهاي الطريقة الجسم يتخلص من الحرارة. الطريقة الثالثة والجسم اللي يسويها في أثناء فترة الصيف اللي هو التعرق. الجسم هو كخط دفاعي يفرز العرق عشان يبرد جسمه. طبعا في حالات لما يرتفع الجو ما في هواء بارد انه بيبرد الجلد، فالطريقه الوحيده هي التعرق. فاذا كان في حاله الجفاف اللي هو فقد، لما يكون السوائل والاملاح غير موجوده في الجسم، فقدره الجسم على التعرق وتبريد نفسه تقل، فيكون اكثر عرضه حق الإرهاق الحراري أو الضربة الشمسية. إذن يعني إلى أي مدى ممكن تزيد يعني ضربات الشمس، وخصوصاً يعني في شهر رمضان والجسم هني يعني يتقل سوائله، فيعني وين يوصل معنا؟ طبعاً يعني ظروف رمضان في هذه السنوات غير، يعني لا تنسين حصة أن احنا في أكثر شهور يعني حرارة. إيه، احنا في شهر أغسطس. ثانياً، رمضان مو مثل أيام اللي كان أيام الشتاء، ساعات للصيام أطول. صحيح. بالنسبة حق الصائم، كونه أنه ما يشرب سوائل، فبتقل السوائل في الجسم والأملاح، فقدرته على التعرق بتقل، وهي مثل ما قلنا الطريقة الوحيدة في الجو الحار أنه يبرد نفسه. صحيح. فبيكون أكثر عرضة أنه يصيد الإرهاق الحراري أو الضربة الشمسية. نعم. دكتورة، أنا بنعرف شلون تطلع يعني العوارض، عوارض ضربة الشمس، يعني هل تطلع مثلا مع بداية أول ما انضربنا من ضربة الشمس، أو تطلع أثناء الليل؟ مثل ما قلت لك، في أعراض تراكمية تاخذ مراحل، وفي أعراض تطلع حالا، بس لازم احنا نعرف شنو هي أعراض الإرهاق الحراري وأعراض الضربة الشمسية. أعراض الإرهاق الحراري تزيد حرارة الجسم من 37 وما فوق. الجسم لأنه هي يقدر يبرد نفسه بنفسه، فإحنا ما نخاف من الإرهاق الحراري، فالجسم يكون قادر على فرز العرق. يصيب الإنسان تعب، دوران في الرأس، غثيان، حتى البول يقل لأن نسبة السوائل قلة. أما بالنسبة لحالات الضربة الشمسية تكون أعراضها أكثر شدة، تكون درجة الحرارة توصل عند المرضى لدرجة 40 درجة مئوية. قدرته على التعرق ما يقدر، ما يفرز أي عرق، وهذه عرض خطير، لأن احنا قلنا التعرق هو اللي ينزل درجة حرارة الجسم. الشيء الثاني، حتى قدرته على الإدراك تروح،
يعني ما يعرف هو وين، او الاشخاص او اهله ما يعرف هو من، او ما يعرف انه هو في نهار او ليل. في بعض الحالات يصير خفقان، سرعه في التنفس، طبعا في الحالات المتقدمه توصل الى فقد الوعي او انه يتشنج المريض. طيب يعني الاعراض اللي ذكرتيها مثلا خفقان، هذه يعني ممكن انها تصير في البيت وخلينا نفترض بين الاهل. نعم. فهني شنو الخطوات اللي ممكن هم يقومون فيها على اساس انه يسعفون المصاب بضربه الشمس؟ اول شيء لازم نفرق مثل ما قلت لك بين الارهاق العرق وضربه الشمس. اذا هم شاكين انه ارهاق حراري، يجب عليهم اذا المريض شافوا الاعراض انه يدخلونه في مكان بارد. طبعا الحمد لله الاماكن مكيفه، اذا ما لقوا مكان مكيف على الاقل مكان ما في شمس مظلل. شيء ثاني، اذا يقدرون يحممونه بماء فاتر وليس بارد. اذا ما نوجد ان هو يقدرون يحممونه، حتى لو ياخذون فوط رطبه بماء فاتر ويحطونها عليه. إذا وجدت مروحة في البيت يحطونها على أساس أنها تبرد على الجسم. طبعاً يحاولون أنه يشربونه ماي، نعم، أو اللي هو محلول الجفاف. محلول الجفاف، نعم. هذه في حالة الإرهاق الحراري. إذا خلال 30 دقيقة رجعت حرارته ورجع وزالت عنه الأعراض، فهذه ما في خوف عليه. نعم. يمكن نعم. التعامل وياه في البيت. اما بالنسبه اذا ما رجعت يعني ما رجع الى وضعه الطبيعي، فهذه يجب اخذها للمستشفى. اما بالنسبه لضربة الشمس مثل ما قلنا هي حاله خطيره ساعات تؤدي الى الوفاه، فعلى طول من يحسون الاهل ان في ضربه شمس اول شيء يتصلون بالاسعاف. على ما يجي الاسعاف يخلون مثل المريض يفسخونه اذا كان عليه ملابس، على اساس انه يقدر. احنا مثل ما ساعات نقول حق الناس اللي عندهم اطفال في حاله صحونه لازم ما تلبسونهم وايد، نفس الشيء يفسخونه اذا كانت عليه ملابس زائده، يسوون له حمام مائي. نعم. يقدرون اذا هو في وعيه يشربونه ماي، اذا نعم. هو مو في وعيه خطر انه يشربونه ماي. صحيح. او يعطونه حتى بنادول. اذا لا سمح الله فقد الوعي او صادته التشنجات، يجب تاكد ان دار ما دار المريض ما في ادوات حاده تقدر تضره. يكون يحطون المريض على جنب على اساس ان اللسان ما يسد القصبات. صحيح. الهوائيه. نعم. دكتوره نبي نعرف هناك في يعني شنو الاخطاء الشائعه اللي احنا نصححها حق المشاهدين اللي يتابعونا الحين، لان هناك يعني في اخطاء وايد يتبعونها، يعني نفس الاسعافات يقومون فيها بس هم ما يعرفون هل هاي خطأ ام صحيحه. في مرضى مثلا في ناس يبون يساعدون المريض يقومون يسبحونه بماي او انه يحطون عليه ماي بارد، وهذا جدا خطر لانه تؤدي الى انقباض الشرايين اللي في الجلد. في ناس يعطون المريض ماء بارد جدا او مثلج، وهذا غلط، لازم ماي فاتر. لما يصيده مثلا التشنجات او فقد الوعي مثل ما قلت لك يحطونه على ظهره، ففي هاي الحاله اللسان يسد القصبه الهوائيه. في ناس لما يشوفون تشنجات في يحطون قطعه من القماش في فمه، وهذه غلط لانه بعد سد المجرى الهوائي. طيب اذا في هذه الحاله شن هي الخطوات الوقائيه اللي ممكن الواحد ياخذها علشان يتجنب او ما يقع يعني تحت لا الارهاق الحراري ولا ضربه الشمس؟ طبعا الاجراءات العموميه اللي يقدر المريض يتبعها، اول شيء يحاول اذا ما له حاجه انه يطلع في النهار او في الحر، يحاول انه ما يطلع، او اذا انه لازم يطلع مضطر انه ما يطلع في اوقات الذروه اللي هي بين الساعه 11 والساعه 3. اذا اضطر انه يطلع دائما يشوف الاماكن المظلله ويمشي تحتها. في شيء ثاني انه يلبس دائما احنا الملابس الفضفاضه القطنيه يدها طويله، يلبس القبعه طبعا القطره الخليجيه توفي بالغرض. نعم. يحط اللي هو الكريم الواقي قبل بنص ساعه من الخروج ويعيده كل 4 ساعات، يلبس النظاره الشمسيه. ايضا اذا يعني في بعض الحالات حتى يعني ما في مانع انه يعني احنا ما ليش نتحرج من وضع المظله، يعني اذا كنا في سفر نقدر. نعم. الواحد يستعمل المظله. دكتوره انت ذكرتي الملابس القطنيه، وخصوصا احنا الحين
البنات والسيدات نلبس عباية، فيعني هل تكون الملابس القطنية اللي داخل ملونة أو تكون ملابس خفيفة، خصوصاً العباية تعرفين سودة وتجي بشعة الشمس؟ يفضل أن اللي تحت الملابس تكون مثل ما قلت لك قطن ولونه فاتح وفضفاض. أيوة. يعني لما يكون الملابس ضيقة ما تسمح حق الجسم أنه يفقد حرارة. يعني في نفس الوقت. أيوة. لازم المريض أو يشرب الكثير من السوائل في الصيف، ويتجنب اللي هو شرب بكثرة الشاي والقهوة لأنه هو يفقد السوائل من الجسم. ودائما ننصح المريض في الصيف أنه يأكل السلطة والفواكه لأنها تحتوي على مقدار وايد من الماء. نعم، يعني دكتورة ما نلبس تحت العباية لون الأسود؟ هي طبعاً، لأن أنت يعني بتزيدين أن زيد الطيبة تأخذ الحرارة. طيب دكتورة، إيش كثر يأخذ الوقت يعني إلى أن يتماثل للشفاء يعني المصاب بالإرهاق أو ضربة الشمس، لأن يعني ترد عافيته؟ طبعاً يعتمد مقدار التلف، يعني إحنا مثل ما قلنا أن الضربة شيء خطير. إذا هي صابت العضلات فبتؤدي إلى تحلل العضلات، أنسجة العضلات. لما تحلل أنسجة العضلات الكلية هي اللي تتخلص فتتأذى الكلية. في حالات بعد في موت الخلايا الدماغية، فيعتمد ما في شيء ثابت، يعتمد من مريض وش كثر يعني صار الضرر. هل هناك في ثمات يعني أكلات أو مشروبات معينة يأكلها اللي مصاب في هل يعني ضربة الشمس وعشان يتفادى إنه يصيب الجفاف؟ أي مثل ما قلت لك المحلول الجفاف. أيوة. من الأشياء الزينة. في أيضا في تباع في البرادات حق الرياضيين مشروبات في قنية بالأملاح. نعم. هذه يقدر يكثر الواحد يشرب منها في الصيف. مثل ما قلت لك الفواكه لأن غنية بالماء والسلطة، فيكثر من هذه المأكولات ويتجنب مثل ما قلت لك القهوة والشاي. هل هذا الكلام ينطبق على الفترة اللي ياخذها يعني مثلا المصاب يعني علشان يتماثل للشفاء بنفس الطريقة؟ نفس الإجراءات يحترزها. نفس الإجراءات. يحضرني سؤال هني دكتورة، ذكرتي في بداية أول ما تكلمنا عن الرياضيين، ربة البيت اللي يعني مثلا هي يعني تشتغل في بيتها من الألف إلى الياء، فوق وتحت وفي الحوش وما إلى ذلك، هني يات ومن ضمن يعني أنها تخلص مشاويرها بتطلع من البيت بتسوق سيارة، فهل تأخذ لها مثلا فترة راحة على أساس أنه يعني بتركب سيارة وبعد السيارة فيها جهد وفيها أعصاب قد يعني ممكن تصاب يعني بالإرهاق الحراري؟ نعم نعم، صحيح كلامك حصة، خاصة إن إذا كانت تطبخ فهي معرضة بعد الفرن حرارة الفرن. لأن أنا أعرف يعني بلا مقاطعة دكتورة، أعرف من السيدات يعني هم سيدتين يعطيهم صحة والعافية شالين بيوتهم ويسوقون سيائر، صادف أن صادتهم نفس الحالة نفس الشيء، يشتغلون في البيت يطلعون لدرجة أن توقف السيارة بس على أساس ليش راضخ في القلب، ويضطر أن أي حد من الأهل أي يأخذهم ويرجعهم البيت. فهذه معناته عندها إرهاق حراري. نعم. فهذه لازم تاخذ النصائح اللي قلناها. شيء ثاني، حتى الانسان اذا حس انه هو في هذه الاعراض بروحه يروح يعني يتحمم في ماء فاتر عشان يتخلص من حراره الجسم. نعم، يعطيك العافيه دكتوره، واحنا استفدنا في هالمعلومات. الله يسلمك. مشكوره نيلة. مشكوره حصه. بعد الفاصل مشاهدينا، النظام الغذائي بعد شهر الصيام، تابعونا. رجعنا لكم مشاهدينا. مع حلول العيد وانتهاء فترة الصوم تحدث لنا الكثير من التغيرات البيولوجية والفسيولوجية اللي قد تؤدي إلى الشعور باضطرابات مزعجة في حال ما تحضرنا بشكل يعني صحيح للتوقيت الجديد للنوم وتناول الطعام،
والحرص على الكمية المناسبة بعد فترة 30 يوم من الانقطاع أو الانقطاع عن تناول الطعام وشرب المياه لساعات طويلة. كيف يمكن أن نحضر الجسم بالطريقة الصحيحة لفترة ما بعد الصوم، وما هي أهم الأخطاء الغذائية اللي يجب الابتعاد عنها؟ منال مسلم كانت معنا طول فترة هالشهر الفضيل تزودنا بطرق صحيحة أو بطرق الصيام الصحيحة، واليوم هي معنا تكلمنا عن كيفية استقبال مرحلة ما بعد الصوم أيضا بالطريقة الصحيحة. يا هلا منال. هلا مرحبا. سؤالي لك منال، شن هي أهم الأمور اللي لازم نقوم فيها على طول بعد ما يعني بعد الصيام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا مو بعد الصيام، نبتدي من الاسبوع هذا لانه ما تملى العيد الا 3 أيام تقريبا، فنبتدي نحضر نفسنا ان اول شيء ان نخفف من الاكلات الدسمه او الوجبات الدسمه، وحشو الطعام على الطعام، يعني ادخال الطعام على الطعام قدر الامكان، يعني تكون قدر الامكان وجبه الافطار وجبه خفيفه اقل من كميه البروتينات اللي فيها. بعد الإفطار أحاول أني أذهب للتراويح، وبعد التراويح ما أتناول إلا إذا قطعة فواكه أو تمرتين أو 3 تمرات مع فنجان قهوة بسيط، بالإضافة أن السحور يكون خفيف، ممكن سندويش جبن قليل الدسم مع كوب لبن، أو يكون مثلاً علبة روب مع 3 حبات تمر أو موزة مثلاً مع حبة كيوي، على أساس أني أبدأ أعود المعدة على الفترة تهيئتها. أيوة. إن في الفترة هذه هي مش راح تبدأ تأكل، يعني احنا لما نقلب من الصيام للفطار العادي راح تختلف ساعات ساعات الطعام نفسها وساعات صح. النوم نفسها. نعم. فاول شيء ابدا اقلل من الوجبات الدسمه. ثاني شيء ابدا اني اقلل من ساعات السهر في الليل، فبعد صلاه التراويح انصح الجميع انهم يتوجهون لعمل نوع من انواع الرياضه، شرب مثلا الحليب الدافئ او نعم. السوائل الدافئه مثل البابونج او اليانسون المهدئات، على اساس يلجؤون والخلود الى النوم مبكرا، يعني تطفي الليتات. من الناس تقول ان احنا خلاص تعودنا ما نقدر، لا، اشرب شراب دافئ مثل اليانسون او نعم. البابونج او الحليب الدافئ، وادخلي على غرفه النوم وطفي الليت بحدود الساعه 11 او الساعه 12 تقريبا، وحاولي انك حاول الشخص انه يرقد في الفترة هذه، ويقوم صلاة الفجر أو قبل السحور الساعة 3، يتناول وجبة خفيفة ويصلي الفجر. نعم. ويحاول أنه بعد صلاة الفجر بعد العمل أو إذا هو الموظف كان موظف. نعم. أنه ما يلجأ أنه ينام فترة القيلولة. صحيح. قدر الإمكان على أساس يعود جسمه على النشاط أثناء النهار، هذه أهم شيء تقريبا. أو أيضا بالإضافة إلى أن الشخص يعود جسمه على أكل الخضار والفواكه، لأن تعرفين في رمضان في ناس كثير تبتعد عن الفواكه بالذات، فتحاول تستبدل الوجبات الدسمة بوجبات من الفواكه، وجبات مختلفة من الفواكه. هو أصلاً يعني على صعيد البيولوجي للجسم، يعني شنها التغيرات اللي تطرأ عليه من بعد فترة الصيام؟ طبعاً هو لكل شخص فينا منذ الولادة في له ساعة بيولوجية. صح. الساعة البيولوجية هذه مسؤولة عن تنظيم عملية النوم، تنظيم عملية الشبع والشعور بالجوع، خلقها رب العالمين مع الانسان. نعم. اذا يعني انت احنا لما نكون في الدوام مثلا وتشعرين بانك انت نعسان، اذا قاومتي لحظه النعس هذه وكملتي راح يروح ترجعين البيت، حتى لو انت كنت نعسانه قبل ساعه لكن راحت ساعه. صحيح. هذا يرجع الى اختلاف في الهرمونات نفسها، في تركيز هرمونات النوم وهرمونات الشبع واختلاف مواعيدها. فالمعروف انه الساعه الهرمون النوم يزيد مع الظلام ويقل بالضوء. نعم. فإذا كان الشخص يعني هو ناوي إنه ينام ويخفف من ساعات السهر تبعته، يقلل قدر الإمكان من الضوء في البيت، على أساس كل أفراد الأسرة يبدأون يشعرون إنهم فعلا نعسانين ويطفون التلفاز، جهاز التلفاز، حتى يتهيأ جسم الإنسان يرتفع هرمون النوم المسؤول عن هرمون النوم ويبدأ الإنسان ينام. في أثناء الصيام المعدة دائما أول أيام الصيام تبدأ ترسل يرتفع عندها هرمون الشبع، فالهرمون المسؤول عن الشبع أو الجوع يبدأ يرسل سيالات عصبية من المعدة إلى الدماغ حتى تخبر الدماغ أن الشخص هذا في حالة صيام. هذا الهرمون يعطي ردة فعل معاكسة من الدماغ إلى الهرمون الطاقة الرئيسي اللي هي مسؤولة عن عملية الأيض اللي هو هرمون الإنسولين. نعم. فيبدأ إفراز إنسولين بكميات ثابتة
وغير كميات مش يعني كبيرة أو سريعة، بحيث إنه يكون مسؤول عن أخذ الطاقة اللازمة اللي هي موجودة على الكبد المخزنة على شكل جلايكوجين أو نشا حيواني، وأخذها وتزويد الخلايا الجسم الرئيسية مثل خلايا القلب وخلايا الدماغ اللي مسؤولة عن النشاط اليومي. هذه أثناء الصيام. بعد الصيام تبدأ العكس، تبدأ المعدة تعطيني سيال عصبي للدماغ، إن الحين الشخص بدأ. طبعاً كيف المعدة تبدأ السيال العصبي هذا أو كيف العملية التغيير؟ إذا الشخص أكل الصبح، فمن هنا إن نأكد على أهمية وجبة الإفطار الصباح. لكن إذا قام الصباح وما تناول شيء، المعدة ما تعرف هل أنت صايم ولا بقى. لكن إذا تناول شيء معناته أنت مش صايم، راح تبعث سيال عصبي للدماغ إن الشخص هذا ما في، لا يوجد حالة انتهت فترة الصوم عنده. فتبدأ عملية الأيض وعملية إفراز هرمون الأنسولين بشكل سريع وبشكل متواصل، على يعني مش بكمية ثابتة، لا بكمية أنه يحتاجها الحين تعطيني شعور بالجوع، أنه ساعة الجوع تبدأ تشتغل، ساعة النوم تبدأ تشتغل في الفترة هذه. كله يبدأ من أهمية أن الشخص يتناول وجبة الإفطار في الصباح الباكر، عشان كذا وجبة الإفطار كانت من أهم الوجبات الغذائية المفروض على الشخص. طيب يعني علشان أنا يعني فعلا أعطي يعني المعدة هذا مثل ما نقول الشعور يعني عادة الناس، مش عادة إلا الكل بيكون فاطر يعني في أول يوم العيد. صحيح. وأغلب الناس من ثاني يوم العيد يبتدون يمسكون يصومون اللي هو شوال. صحيح. فيعني هني هل يصير في خلل في هذا الموضوع؟ يعني انا ببتدي اعطي جسمي هذا الشعور من فيعني شلون يعني بعدها ممكن امسك 6 ايام تقريبا انا صايمه. صحيح. هو يوم العيد انا انصح انه يوم العيد بالذات هو بعد ما يصلي الفجر الشخص، طبعا صلاه العيد بتكون الساعه 6 تقريبا او 6:30 صباحا، قبل ما يتوجه لصلاه العيد انه يفطر ممكن كوب حليب مثلا مع حبه بقسم، هاي حتى لو ما اشتهاها بس لان جسده عليه حق، فيجب صحيح. انه يغذي جسده حتى تعينه على الصلاة وزيارة الأهل والأقارب. بعدين يأخر الغداء قدر الإمكان ويكون غداء بسيط خفيف قدر الإمكان، وبعدين العشاء يعني يصلي صلاة العشاء ويتعشى برضو عشاء خفيف، ويقوم عن قبل الفجر إذا هو ناوي يصوم يتابع شوال. نعم. يقوم قبل الفجر يأكل روب أو يأكل موزة أو يعني بسحور خفيف. نعم. ويتابع صيامه، هذا مش راح يؤدي. لكن إذا يوم العيد من أول ما قام ترى معدته ملت بلاليط كبيرة وراء على الغداء وأكل عيش ولحم، هذا راح يعمل له خلل، عسر هضم وشعور بعدم الارتياح. نعم. ويؤدي إلى العصبية حتى، ونفسيته تكون مزاجيته مختلفة بناء على تغيير الساعة البيولوجية وعدم الاهتمام بتحضير المعدة، لأن هي المعدة هي بيت الداء يعني مثل ما يقول. طيب يعني إحنا هني لو بنقول يعني من العيد ورايح، فيعني شنو الأمور اللي ممكن نركز عليها أكثر ونقلل منها بحيث إنه يعني ما يأثر علينا سلباً من المأكولات اللي إحنا عارضينها؟ أهم شيء يعني نوصي إنه من التركيز على الخضار الطازجة والفواكه قدر الإمكان فترة العيد، والتقليل من الحلويات الدسمة. نعم. والمثل الكعك العيد يعني، يعني ما أمنع الناس، لكن إنه يأخذ الشخص يعني حصص قليلة، يعني حصة واحدة. نعم. أو حصة صغيرة، ودائما يختار الحجم الصغير حتى لو أنه أحرج عند الناس أثناء زيارات العيد، يختار الحجم الصغير واللي أقلها دسما. أيضا وجبة الغداء عند إعداد وجبة الغداء أو الذهاب التوجه إلى المطعم. نعم. اختيار الأكل الصحي اللي هو قليل الدسم قدر الإمكان، يعني اختيار مثلا الأكل المشوي. نعم. أكل أو المسلوق أو المطبوخ مثلا على هيئة صالونة أكثر من الأكل المقلي. صحيح. أو الأكل على أساس أقل من كمية الدسم، على أساس أني أحاول بقدر الإمكان أدرج المعدة أنها تستقبل هاي الكميات الدسمة بالتدريج. طيب يعني ما هي نسبة حدوث تسمم غذائي في هذا الموضوع يعني، وبالذات يعني يوم العيد؟ طبعا التسمم الغذائي يحدث مش من عملية أنه حشو الطعام، حشو الطعام تعمل عمل أو إدخال الطعام على الطعام اللي هي نهى أصلا عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، تعمل عملية إرباك في عملية هضم المعدة وتؤدي لعصر الهضم. التسمم الغذائي ينشأ عن تناول الأكل الغير نظيف أو الأكل الملوث بأي نوع من أنواع البكتيريا المسببة مثل السلمونيلا أو إيكولاي اللي هي عادة تلوث اللحوم والخضار الطازجة اللي هي غير مغسولة بشكل طبيعي. نعم. أو من أيادي الناس أو العاملين في المطاعم أو في البيت. نعم. التسمم الغذائي يعني يحدث أكثر عند الأطفال وعند المسنين لأن تكون مناعتهم أقل، قد يكون جميع أفراد الأسرة أكلوا من نفس الطبق. نعم. لكن شخص أصيب بالتسمم وشخص آخر لم يصاب بالتسمم، لأن يمكن الشخص الجزء الأكل الشخص هو اللي تعرض للتلوث أكثر من الشخص الآخر.
طيب وعندنا نفس الشيء بما ان ذكرتي المسنين والصغار في السن، عندنا يعني مرضى القلب والشرايين والسكري، شو نقول لهم هني على اساس انه فعلا يتفادون يعني بعض المخاطر اللي قد تضر بصحتهم؟ طبعا هو في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم المعدة حوض البدن، العروق لها واردة، فإذا صدرت فإذا صحت المعدة صدرت العروق بالصحة، وإذا سقمت المعدة صدرت العروق بالسقم بالمرض. فأنصح كل مرضى السكري ومرضى الضغط والشرايين والقلب والأمراض المزمنة وكل الأصحاء، إذا إن المعدة هي بداية الداء، إذا أنت أعطيت معدتك حقها فأعطيت معناتها كل الجسد حقه، يعني هذا العضو الصغير هو المسؤول عن جميع الأمراض. لأن لو أنا أكلت لحد ما أشبعت ترست المعدة كامل، هذا راح يأثر على الجهاز الدوري اللي هو الجهاز الدموي بما فيه القلب والرئتين، ويؤدي إلى ضيق في التنفس، أيضا يأثر على الجهاز الهضمي بإرهاق الجهاز الهضمي نفسه، إرهاق غدة البنكرياس وعمل عصر في الهضم، بالإضافة إلى إرهاق الجهاز البولي اللي هو المسؤول عن إخراج الفضلات الناتجة عن عملية الهضم كالبول أو اليوريا أو البولينة الناتجة من هضم البروتينات. فقدر الإمكان لازم أكل بحساب وكل شيء عنده بحساب، بتوازن باعتدال، وأحافظ على هذا المعدة على هذا الجزء الصغير حتى أحفظ سائر الجسد بدون أمراض، وخصوصا مرضى السكر والقلب، أن نعرف إحنا عندهم إذا أكلوا كميات طعام كثيرة يرتفع السكر، ومرضى القلب قد يتجدد عندهم حدوث ذبحة صدرية لا سمح الله من يعني من كميات الطعام، أو إذا كانت السعرات الحرارية اللي أكلوها في هذا اليوم زايدة عن السعرات الحرارية الموصوفة لهم، قد يؤدي إلى إرهاق عضلة القلب في حمل إن القلب قاعد يشتغل عشان يغذي المعدة وتشيل هذه الطاقة الناتجة منها. طيب يعني معناتها الكميات اللي إحنا مثلاً هنا عارضينها هي تعتبر الكميات المناسبة؟ طبعاً هو يختلف من عمر لعمر، من عمر شخص لعمر شخص وحسب نشاط كل شخص. يعني إحنا في عنا حميات تتراوح من 1200 سعرة حرارية ل 1500 سعرة أو 1800 سعرة حرارية، تختلف. غالباً مرضى السكر ومرضى القلب دائماً الحمية الرئيسية لهم اللي هي 1500 سعرة حرارية للرجال و1200 للنساء، خصوصاً إذا كانوا هم بدينين. وأوصيهم دائماً أيضاً بالرياضة، مش الاعتماد بس على الحمية، يعني وحتى لو زاد من الأكل أثناء العيد أن تكون نصف الساعة الرياضة المقررة يومياً يخليها 45 دقيقة بالتدريج. أنت هنا تتكلمين عن مرضى السكر. عن مرضى السكر والقلب. عن مرضى السكر والقلب. طيب مثل ما ذكرتي يعني في البداية أن تكون يعني مشوية، نكثر من المشويات أكثر من تكون أو المسلوق. إيه. وعلى طار الرياضة يعني الحين إحنا يعني إجازة العيد ما شاء الله يعني حلوة، أيامها جدا يعني حلوة، الواحد يعني يقدر يقضي فيها ويستانس يعني مع أهله. علشان يعني نقضيها أكثر العائلات تقوم بالزيارات يعني من بيت إلى بيت، ومن فوالة إلى فوالة، ومن حلويات إلى حلويات، وكل بيت فيه قعدة. فبالتالي يعني هذه يعني بعد يمنعنا من الحركة، تصير الحركة فيها خلاص يعني الروتين. لا ممكن نعرفها. أنا أكون مش نقول عن الحركة هذه. بالنسبة للحركة طبعا مهمة جدا لجميع الأشخاص سواء أصحاء أو مريضين. ممكن أكون أنا إنسان ذكي، مثلا إذا أنا متوجهة لحديقة أو متوجهة لمنتزه أو لمطعم، أول شيء عشان أجبر جميع أفراد الأسرة أنها تمشي أصف السيارة في باركينج بعيد، فهي زودت الحركة. ثاني شيء أنا لما أقول يمشي نصف ساعة رياضة، مش شرط أن نصف ساعة تكون متتابعة، يمكن ممكن تكون 10 دقائق بعد صلاة الفجر، 10 دقائق بعد صلاة العصر، و10 دقائق بعد صلاة العشاء قبل النوم. يعني مو أثبتت الدراسات العلمية أن لو مشاها متتابعة نصف ساعة أو مشاها متفرق هي نفس الفعالية. المهم أن أنشط الجهاز الدوري وأنشط خلايا الجسم وأقلل من مخاطر التعرض للذبحة الصدرية أو ارتفاع السكري. الحين تقريبا باقي لنا يعني 3 أيام للعيد. الله يبلغنا ان شاء الله، إن شاء الله وياكم. فيعني نصيحه على اساس لمشاهدينا، على اساس انه فعلا يكون هناك يعني نقول في خطه في جدول، بحيث انه يعني ما تتعثر صحتهم بعدين ويفتحون على الاكل. اهم شيء نصيحه قال صلى الله عليه وسلم ان جسدك عليك حق، هذه بمعنى اهم شيء ان احنا يعني قوم ناكل حتى لا نشبع. فالمفروض أن الشخص يراعي هذا الصحة والبدن، وأنه أمانة بين إيديه. فالمفترض أن تكون صحته هي تاج على رأس الجميع، لأن المرض حالة إذا يعني شعر بالمرض أو المرض المزمن شيء مش سهل أن الإنسان يعيشه، وشيء صعب. فأنصحهم أنهم يتبعون جدول غذائي سليم يعني يتوافق معهم مع حالتهم الصحية وحالتهم المرضية،
قدر الإمكان وما يمشون وراء شهواتهم وغريزتهم. إن شاء الله يعني يعطيك العافية منال، ونشوفك إن شاء الله باكر في حلقة جديدة من عصرية. مشاهدينا، ومن فقرة التغذية إلى السوق، الفقرة اللي بنختار فيها أنواع من البهارات والأعشاب ونتحدث عن فوائدها. اختارت لنا نيلة اليوم الزنجبيل، نشوفها في هذا التقرير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد في فقرتي في السوق. أنا اليوم راح أكلمكم عن الزنجبيل. الزنجبيل له نوعين، زنجبيل مطحون وزنجبيل يابس. الزنجبيل المطحون نحطه في كل أكلاتنا، أنتوا تعودتوا كل يوم أقول لكم أكلاتنا اللي هي المكبوس والصالونة والمشخوض، هاي لازم يحطون فيها الزنجبيل المطحون. أما الزنجبيل اليابس نستخدمه كعلاج حق اللي يعانون من احتقان أو يعانون من الرشح اللي هو الإسكان، يعني نحط الزنجبيل مع الشاي نضيفه، وطبعاً ننقعه في الماء ونشربه. حطون بعد الزنجبيل في الحلويات وفي المربى، يضيفون بعض، يعني اللي حاب يحطه في مثلا سوى اي حلو يحط فيه الزنجبيل، وبعض بعد من المربى. هاي كانت فقرتي اليوم عن الزنجبيل، اشوفكم ان شاء الله في فقره ثانيه، فمان الله. مشاهدينا، من هالنصايح الجميله الى اقتراحات نزين فيها المائده الرمضانيه بعد الفاصل. خفايف خلكم معنا. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام من جديد، ونكمل معاكم فقرات عصرية. أكلات سريعة، موالح، حلو، عصاير، اقتراحات سعاد جوهر في فقرة خفايف. هلا فيك سعاد. هلا حبيبتي. سعاد، نبي نعرف أنت اليوم شنو راح تسوين لنا؟ اليوم اخترت لكم طبقين، بما أن العيد باقي عنا إن شاء الله يومين أو ثلاثة أيام، اخترت لكم طبقين مالح وحلو، ممكن نحن نقدمهم في فوالتنا، تعطينا شكل حلو ولمسة حلوة. فاخترت سندويتش البطاطا اليوم، ممكن نحن نغير الحشوة، نحطها مثلا جبن على أساس تتم عندنا فترة طويلة، ممكن نحطها دياي، نحطها بيض، طبعا نحفظها في مكان بارد على اساس ما تخرب. الفكره والغرض من تقديمه ان انا راح اراويكم شلون راح نقلفه ونقدمه بطريقه حلوه ومبتكره. فخليني ابدا معاك نراوي خواتنا. يلا نبتدي اول شيء بالمالح. راح نبتدي ان شاء الله بالمالح. نبتدي. طبعا راح احشي الساندويتش بالبطاطا. ايوه. هني عندي البطاطا جهزتها، سلقتها بعد ما سلقناها بشرناها. سويناها ناعمه كلش يعني. ايوه. حمسناها على النار، حطينا لها شويه ثوم والفلفل الحار وحبات الخردل هذه الصغيره السوداء. السوداء. ايوه، بالاضافه الى الكركم على اساس يعطانا لونه اصفر، وملح وبهار حار اذا تبينه تزيدينه او انك انت تستغنين عنه.
سعاد بسألك يعني الحين هل خلطة البطاطا يعني نفس خلطة الدياي أو خلطة مثلا البيض؟ لا كل 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 نكهة لها خلطتها الخاصة فيها، يعني هني عندنا احنا بطاط ممكن نسوي خلطة الدياي نفس ما قدمت لهم حق أيوة. الكريب خلطة الدياي ممكن ان احنا نحشي فيها السندوتش. بالنسبة عن أنواع الأجبان اللي فيه الخلطات اللي سوينا هذيك الأيام ونكهات الأجبان، البيض طبعاً بعد له خلطة نضيف له الجزر ونضيف له الأشياء ونحشي فيه السندويشات المني. نعم. طبعاً هني أنا عندي الروتي الصغير اللي هو الميني برجر، بس ما قلنا وأذكر خواتي إنه لازم إحنا نقلفه على أساس إنه ما ييبس. وأقدر أستخدم مثلاً روتي السلايس؟ ممكن تستخدمين الروتي اللي انت تبينه، بس انا اليوم اخترت هالشكل من الروتي على اساس يناسب اللي انا راح التقديم اللي انا راح اقدمه. نعم. طبعا هالروتي يكون متوفر في كل المخابز، في بعض من الخوات ما شاء الله عليهم في العجن اوكي ممكن ان هي جاهزه في البيت، ما راح اقصها بالسكين، بحاول ان انا بس ابطها بهالطريقه ايوه على اساس ان انا اقدر احشي. بني بناخذ البطاطا هني، طبعا راح استخدم ايدي ونبتدي نحشي، نعبي الروتي بالبطاطا بنفس الطريقه لو كانت الحشوه ثانيه. نعم. فبنبتدي نحشي بهالطريقه ونحاول ان احنا نسكره، بنسوي كم من حبه على اساس نجهزهم ان نجهزهم حق التغليف عشان راح نقلف. اكرر ان احنا راح نسوي بهالطريقه ونبتدي ناخذ البطاطا ونبتدي نحشي. نفس ما تشوفون مشاهدين يعني ما شاء الله سعاد انت كل يوم قاعده تقدمين لنا فكره، واليوم قاعده تقدمين لي انا وحق المشاهدين اللي تشوفونا في عصريه افكار حلوه نسويها في العيد. تسلمين حبيبتي. الله يسلمك. اتمنى ان الخوات انهم يطبقون وتعجبهم الفكره ويعني يكونون استفادوا مني. ان شاء الله باذن الله يكونون مستفيدين منك، نفس ما انا خلال الحلقات استفدت منك في اشياء كثيره. تسلمين حبيبتي. نسوي بعد حبة زيادة. أذكر المشاهدين نحن حطينا خلطة البطاطا ونفس ما قالت لنا سعاد إنه يقدرون يسوون أي خلطة يبونها. أيوة. لكن كل خلطة يعني مثلا الدياي له خلطة بروحها، البيض له خلطة بروحها، وكل شيء له يعني كل شيء له وقت. مثلا الجبن ممكن إن أنت تحتفظين فيه حق يوم، ممكن تحتفظين فيه حق اليوم الثاني تحطينه في الثلاجة، لكن في خلطات ثانية اللي هي ممكن يدخل فيها الطماط وشي إحنا ما نقدر إن إحنا نخليها حق فترة أطول. نذكر بس المشاهدين سعاد مرة ثانية شنو حطينا في خلطة البطاطا؟ البطاطا هرسنا البطاطا بعد ما سلقناها هرستها بالمبشرة أو بالشوكة، بعدها نحمس لها البصل وشوية ثوم طبعا كله مبشور، نحمسها بالزيت ونحط البطاطا عليها، نضيف لها البهارات، نضيف لها حبة الخردل الصغيرة أيوة. والفلفل الحار الشطة إذا حبيتيهم أنهم يكونون حارين، بالإضافة إلى البهارات وخاصة لازم يكون نحط الكركم على أساس يعطينا هاللون الأصفر، وبعدها نبتدي مثل ما راويتك نحشي البطاطا. نحشيهم بالروتي. بالروتي. الحين راح اراويك شلون راح نقلفهم. طبعا هني عندي التارت. ايوه. اللي انا سبق واني انا حضرته في الحلقات، بس اليوم كبرنا حجمه وعطيناه اللون الاصفر. ضفنا له اللون الاصفر. فراح اجيب اربعه. هل هالعجينه هالمره سويتيها لنا مالحه نفس قبل؟ ايوه اليوم مالحه لان راح احطها في سندوتشات، ممكن انا اضيف لها سكر بدال الملح عشان استخدمها في الاشياء الحلوه. ايوه. طبعا تكونين تمسكينها بخفه على اساس انه هو نفس نوع من انواع البسكويت ممكن انه هو بسرعه ينكسر. سعاد بس ممكن تعيدي لنا طريقه العجينه؟ انت طبعا ذكرتيها لنا من قبل بس أيوة. نعيدها حق المشاهدين. ذكرها مقاديرها بسيطه جدا، عباره عن طحين بالاضافه الى بيض وزبده. تضيفين له ملح اذا كان مالح، وتضيفين له سكر اذا كان تستخدمين حق اشياء سكر، وطبعا على حسب القوالب اللي انت راح تستخدمينها، تبينها حق مثل اليوم راح نختار هالقالب. ايوه. تبينها حق اشياء ميني او المقبلات الصغيره او الستويتات الصغيره، تشيز كيك والاشياء، تختارين القوات الصغيره وتدخلينها في الفرن. نعم. وبعدها تستخدمينها. طبعا في حلقه من الحلقات انا سويت سندوتشات الاجبان. ايوه. فاستخدمت ورق خاص عشان الف فيه السندوتشات. فبعض الخوات ممكن ما توفر عندها الأوراق نفسها أو ما تحصل الوقت الكافي إنها توفرها، فالقصدير متواجد في أو الورق القصدير متواجد في كل مطبخ، ممكن إن أنت تاخذينه بدال الأوراق اللي أنا لفيت فيها. نعم. فهاي هو القصدير، تقطعينه بهالطريقة بني بالساندويتش
طبعا هاي لازم يكون تحت، ونبتدي نلفه بهالطريقه. نلفه بهالطريقه ونحطه. ايوه اوكي بهالطريقه. ونجيب الثاني ونحطه بهالطريقه. بيكون بهالطريقه. اوكي خلينا نجهز اثنين عشان الوقت. والحين يعني الحين راح اراويك شلون راح اربطها بالريبون اللي هو الشرايط. ايوه انت اخترتي لنا اليوم الشريطه الذهبيه. اخترت الشريطه الذهبيه تكون راكبه عليه. ممكن انت تختارين على حسب البسكويت اللي راح تختارينه والقرطاس اللي راح تلفين فيه. طبعا عشان تطلع عندك المقاسات كلها واحده اختاري اي شيء حواليك يكون يعني هاي على اساس ان انت تقيسين. فبهالطريقه ممكن ان انت تقيسين. ايوه تقيسينه بالمقاس ونبتدي نلفه. تجيبين البسكوت تحطينه بهالطريقه وراح تلفينه لنا. راح نلفه بهالطريقه. واذا حسيت ان الشريطه طلعت عندك صغيره ممكن ان انت تكبرينها. يعني الحين انا هني هذه طلعت صغيره ممكن ان انا اكبرها. يعني نروي المشاهدين هاي الطريقه اللي يقدرون يعني يزينون فيها، وهاي التزيين يعني مالح طريقه سهله تقدرون تسوونها في البيت. يعني سعاد شكلها مميز. ايوه ممكن ان انت تضيفين حق مثلا فولتج، مختاره لون معين حق فولتج، تقدرين تتحكمين بالبسكوت وبطريقه الشريطه اللي انت راح تقدمين فيها. احنا سوينا حين الموالح، خلينا حين ندخل نسوي السويت ان شاء الله. يلا بس خلينا نضيفهم هني في طبق جهزناه. ايوه حبتين هني حذاء نفس ما يشوفون مشاهدينا. هالطبق اللي جهزته لنا سعاد هو طبق السندويتشات البطاطا اللي قدمناها. الحين راح نقدم حلى المارشميلو. طبعا المارشميلو الكل يحبه والاهالي يحبونه مثل ما قلنا، وداش في كثير من الحلويات وخاصة بعض المطاعم الحين صار وجبة يعني طبق من الأساسية في الحلويات. فعندي هني اخترت هالمرطبانات على أساس أقدم فيها طريقة سريعة. ايوه فعندنا هني ممكن هني نحطها بهالطريقة. بس ممكن تذكرين لنا شنو هاي؟ هاي الكيك اللي دائما نستخدمه، الكيك الأسمر سويناه في الفرن وبعدها هرسناه فتفتناه بالشوكة وبكل إيش. عندنا هني هاي الكريمة. ومن شنو مكونة الكريمة؟ الكريمة حطينا فيها الدرومي، حطينا جبنة كريمية وحليب بودرة. أيوة بالإضافة إلى حطينا نسكويك وحطينا ضفنا مارشميلو على أساس إنه يكون حلى المارشميلو. فنبتدي نحطه هني بهالطريقة. أيوة ممكن ان انت تحطين الكيك الشوكليت وممكن تحطين الكيك الفانيليا الابيض العادي. يعني على حسب الاختيار. على حسب رغبتك. ايوه في هنا عندنا المارشميلو. ايوه طبعا راح ننزله بهالطريقه. طبعا المارشميلو متوفر باحجام واشكال متعدده واليهال بعد يحبونه. وهي يعني سعاد بعد الحلو طريقته سهله. ايوه وسريعه وشكلها بعد مميز للضيافة. هني عندنا الكاكاو البودرة، راح نجيب المشخالة بس نبتدي نرشها من فوق بهالطريقة. وراح يكون جاهز. نسكرها. راح نسكرها. عشان تضيفين له الشكل في عندنا هالأشياء تحطينها هني بهالطريقة. وبعدين بنحط هذه. ايوه. بيكونوا بهالطريقة. طبعا هني انا ضفتهم حطيت لهم نفس الثلج عشان نقدم فيه. وتعرفين سعود حلوين نقدر يعني حق خصوصا اليهال يعني حفلات اليهال حفلاتهم نحط اساميهم. صح وممكن ان انت تحطين مثلا كيكه وعليها سكوب او ملعقه الايس كريم وتحطينها بنفس ما انا مقدمته هني بثلج. ايوه تترسينه ثلج وتحطينهم بيتم بارد. يعني بعد هالفكره حلوه ان عشان ما تذوب الكريمه ويتمون باردين نضيف وتقدمينه هو لانه سويت فراح تقدمينه بيكون بارد وبيكون حلو. وتقدرين انت تحطينه على فولتج نفس ما ذكرت. نعم يعطيك العافيه سعاد. الله يعافيك. وقدمتي لنا افكار جديده حق العيد. تسلمين حبيبتي. الله يسلمك.
مشاهدينا، طيلة شهر رمضان زرنا أمهات حل قطر وكلمونا عن يومياتهم الأول وعن مهاراتهم اللي كانوا فيها منتجات تعددت المهارات عند الوالدة أم منصور اللي خبزت لنا الرقاق وسولفت لنا عن حنة الأول، واليوم بنتكلم وياها عن فنون الخياطة القديمة نشوفها في هاي التقرير. الخياطة أيام زمان اللي برعوا فيها أمهاتنا وجداتنا، كانت لهم طرقهم الخاصة في تلوين القماش، في تطريزه وفي خياطة أيضا. اليوم إحنا في ضيافة والدتنا أم منصور اللي بتكلمنا عن تفاصيل الخياطة. شلونك أم منصور؟ الحمد لله، الله يسلمك ويطول عمرك. إنزين، أنا عندي الحين هذه الآلة، إحنا شو نسميها؟ هذه يسمونها قبة. القبة، وهذه اللي احنا بنخيط فيها إيه، تطوين الخيوط عليها، تطوين الزري، البريسم، كلها تطوين عليها على حسب الخيوط اللي انا بدخلها في القطعة. اللي في القطعة الحين احنا خلصنا هذه. اي خلصنا، لينا خلصنا. انزين وخلص، خلاص بدخل هالثلاث الوان في قطعتين. لو احنا بغينا نستعرض الدراريع اللي جايبتها ونشوفها مع بعض هني اللي عندنا، طبعا هذه بريسم بشيره يعتبر. اي نعم، وهذه الخياطه يسمونها معصره على الكتف، ما تنحط الا على الكتف بس وفي الطول. ما تنحط هني في اليد، لا لا، على الكتف وفي الطول. هذه من الكيمري. اي هذه من الكيمري الزين، ما شاء الله حلو. يعني انت هني مركبه اللون. على اللون على القطعه، على القطعه بنفسجي، وركبت لها ابط بنفسجي. خوش شيء. اي نعم. عندنا عاد هناك بعد الثوب. الثوب موجود. هذا الثوب يختلف عن ذاك. اي يختلف. وشنو اللي يختلف فيه؟ في شنها قولي لنا. يختلف الله يسلمك، لان الثوب على تور. على تور. اي، وحاطه له بس الصدر من قدام خضر قطعه، حاطه له من سيتون من داخل. السيتون. اي، وحاطه فيه قطع منيه من مطرز، هذه جاهز. نعم. اي، اقصه قرضه واخيطه فيه جاهز هذه. ايوه، وتخيطينه. إيه. وعلى يدك. على يدي. وهني التور. وهني التور الله يسلمك اشبك له بعد هذه من صوف. من الصوف. اي، كله محطه له من صوف. يعني مدخله الستان. مدخله الستان. على التور. على التور، على التطريز، كله مدخلت على بعض. كله مدخلت على بعض. منصور بصراحة كانت يعني بارعة في أمور الخياطة، وهذه يعني شيء بسيط اللي هي ذكرته في التقرير. زاد أن طلعنا من كم يوم في عندنا فقرة البال. البال. أي، طلعنا هذه الآلة اللي هي يسمونها القبة. أيوة. يعني أنا يعني مسكتها عند منصور ويعني ولفيت عليها الكرار وكذي، وإحنا هنا يعني قدمناها كمعلومة لمشاهدينا، مش متوفرة ومو بأي حد يقدر يتقنها. نعم. الآن مشاهدينا وصلنا إلى نهاية عصرية اللي استعرضنا فيها في فقرة خذها نصيحة عن ضربة الشمس والجفاف، وفقرة تغذية تكلمنا أيضا عن كيفية تحضير الجسم لفترة ما بعد الصيام، ورحنا جولة في السوق طبعا مع نيلة وتعرفنا على نوع جديد من أنواع البهارات وهو الزنجبيل. ومثل ما عودناكم كنا مع نيلة وسعاد جوهر في خفايف، وتكلمنا تكلمتوا عن شنو حل المارشميلو وسندوتشات البطاطا. بطاطا. نعم. وقبل ما ننهي حلقتنا مشاهدينا، نذكركم بالتواصل مع برنامج عصرية عبر صفحة قناة الريان الفضائية على الفيسبوك وعلى هاشتاغ عصرية بتويتر للتعليقات أو المشاركة بطرح الأسئلة. فمان الله.